يومي يوم. صباح الخير ابو عادي. صباح النور اختي، اهلا وسهلا ومرحبا. شو ها؟ ما عندك احسن من البندورة هي؟ ليش ما عجبتك خانوم؟ هي احسن بندورة بالبلد كلياتها. هلا هي احسن بندورة؟ إيه لكن شو مفكرة لك؟ لا والله يا ابو عادل كلامك مو صحيح، البندورة كلها تعبانة وما خرج الواحد ينقي منها بندورة اي وحدة. اختي هذا الموجود وغير هالبضاعة ما عندي، يعني لا تأخذيني قدامك صندوقين بندورة وما عم يعجبك العجب ولا صيام برجب. بقى شو بدي ساوي معك اكتر من هيك؟ حيرتيني. اذا مخبي شي صندوق جوا افتح لي يا الله يرضى عليك، لانه غيري مو احسن مني. لا حول ولا قوة الا بالله على القصة. كم كيلو انت بدك خانوم؟ بدي كيلو خرج سلطه، وكيلو خرج كواش، وكيلو خرج كباب هندي. هلا بدك ياني شرك لك صندوق ثالث مشان 3 كيلو؟ وليش لا؟ احسن ما اخذ بندوره على عماها، ولا بدك تنفق الخضره البايته علي؟ شو بايته يا مدام؟ شو بايته؟ الله وكيلك يا اختي الخضره كلياتها تازه بتازه، قسما بالله قبل ما تجي انت لهون يا قانون وصلتني من سوق الهال. ايه حاجه بقى تحلف وتتحلف؟ اصلا ما في اشطر من البياعين بالحلفان وطرق الايامين. صبر جميل وبالله المستعان، هلا بدنا نقضي نهارنا كله على 3 كيلو بندوره يا خانو. بطلت اشتري بندوره، ما بقى بدي. تصطفلي انت حره، حدا جابرك تشتري يعني؟ شوف ابو عادي، اذا مفكر انه ما في حدا عنده بندوره غيرك بتكون غلطان كثير. العمى على الحالي، لكل يلي رح نربحهم مني 5 ورقات، بقى محر زي هز البدن مشان 5 ورقات. ها حبيبي. مرحبا يا اخ. اهلا وسهلا ومرحبا. حضرتك صاحب المحل؟ ايه والله المحل الي امور. بدنا نحكي معك كلمتين. ايه اهلا وسهلا ومرحبا. بس عدم المؤاخذة مين بتكونوا حضرتكم؟ احنا مالية. ايوه اهلا وسهلا. اهلين وسهلين مرحبتي وسبعت نعم والله يا اهلا وسهلا. بسكوت كله هذا. ايوه فاصولية نرغول، وهي فريكة، هاي شاي، شاي براق. ايوه قشطة. اهلا وسهلا ومرحبا. تفضل حبيبي بوري. يسلم وليدين. يا اهلين وسهلين ومرحبتين. تفضل حبيبي رطب قلبك. اي والله يسلموا. اهلين وسهلين ومرحبتين. على ما يبدو هالمحل ما كان دكان خضره من زمان مو هيك؟ ايه والله مزبوط، برافو عليك، لاني كنت فاتحه بالاول محل بالي بعدين قلبت على الخضره. وليش قلبت؟ لك يا اخي. ايه طبعا بدي اقلب، لانه بصراحة ما عادت وفت معي شغلة البالي منوب. الله وكيلكم يا جماعة، كلها خسارة بخسارة. شي بيقولولي عم تنافس البضاعة الوطنية، شي بيقولوا البالي بتجلب الامراض، وشي بيقولوا عم يتهرب بتياب البالي مخدرات وضراب السخن. بقى قلت لحالي شي بدي بهالمصلحة المكركبة، دشرها يا ولد، دشرها ودور على غيرها بيكون افضل. وهلأ ان شاء الله موفي معك شغلة الخضرة. لك سيدي ساترها ربك، نعمة كريم. وقديش لك قالب على الخضرة؟ يعني بدك تقول قالب من حوالي 4-5 شهور بس. بدي اسألك، انت كنت مكلف عنا شيء قبل ما تقلب على الخضرة؟ عفوا ما فهمت عليك، كيف يعني؟ يعني انت لما كنت فاتح محل بالي كان لك اتبار عنا، يعني كنت تدفع ضريبة دخل؟ ايه طبعا كنت ادفع، لكن شو؟ الوصولات كلياتها عندي. معناها لك اتبارة؟ هو طالما عم ادفع فالمفروض يطلع لي اضبارة عندكم. اقل منها يعني؟ شوف يا اخ ابو عادي، محسوبك ابو عادي. شوف يا ابو عادي، كان المفروض تجي لعنا على المالية وتبلغنا انه مكتلب المهنة بالمحل. بسيطة سيدي، شو الشغلة العظيمة وهي بلغناكم. ما بيمشي الحال هيك،
لأنه نحن بدنا ننهي لك التكليف القديم ونسكر لك الإدبارة ونرجع نكلفك من أول وجديد ونفتح لك إدبارة تانية. هلأ محرزة تفتحوا إدبارة تانية مشان هالكم صندوق خضرة وكم علبة جبنة وقشطة؟ والله مو محرزة. معلش يا أبو عادل، عمل معروف، خلينا نشوف شغلنا. مصطفى طالع له استمارة جديدة. على عيني. وهي استمارة لجنة تصنيف. لجنة شو؟ لجنة تصنيف يعني لحنا. يا أبو عادل، هذا المحل ملك ولا آجار ولا استثمار؟ لا والله آجار. آجار. عندك شركاء؟ لا ما عندي. قال إجاك شريك إجاك معلم. طيب في عندك موظفين أو عمال؟ أشوف فاتح ورشة أنا. والله كل ما هنالك عندي ولد صغير بيودي الأغراض للزباين على البيوت وصلى الله وبارك. تكرم عينك. وهي رح نسجل لك موظف واحد. وقديش بتعطيه بالشهر؟ بعطيه 500. كيف يعني؟ يعني كل خميس 500 ليرة. ايوه فهمت عليك. طيب انت عم تتعاطى شي تاني بالمحل غير بيع الخضرة والسمانة؟ اعوذ بالله، شو بدي اتعاطى يعني؟ يا حبيبي قصدي انك عم بتمارس نشاط تاني بهالدكان غير انك تبيع خضرة؟ لا ابدا ما عم مارس شي. وكيف عم تكون طريقة البيع؟ جملة ولا مفرق ولا نص جملة؟ مفرق طبعا. حلو، في لك فرع تاني لهالمحل؟ لكان عندي فرع بسويسرا. بلا مسخرة عميل معروف، جاوبنا بشكل رسمي. هلا هالكم صندوق خضرة بدهم فرع تاني. اما هي سمعة مصطفى. ايوه. عدلي كم صندوق خضرة وقدر لي حجم المبيعات باليوم اذا بتريد. على عيني. حجم المبيعات التقديري باليوم. عظيم. ضرب لي اياهم ب 360. شو يعني 360؟ عدد ايام الشغل بالسنه. شو عم تحكي انت؟ شو 360 يوم حبيبي؟ انا يوم بفتح ويومين بسكر، مالك شايف صحتي على قدها؟ اذا كان هيك تكرم عيونك، رح نراعيك. مصطفى اضربهم ب 300 يوم بس. وهي ضربناه هون ب 300 يوم. والرقم اللي طلع معك اضربه ب 20% نسبة الربح. هاي 20%. والرقم هذا اضرب لي اياه بنسبة الضريبة واعطيني النتيجة. يلا. هاي 30% نسبة الضريبة، طلع معي 20,000 ليرة. عظيم، سجل لي هالمعلومات بالاستمارة. خلوني افهم يا شباب، شو هدول ال20,000؟ كلفناك بضريبة سنوية 20,000 ليرة، هذا مع المراعاة. لك طولوا بالكم يا جماعة، شو 20,000؟ كثير هيك؟ لك المحل كله على بعضه يا دوب عم يطالع 4,000-5,000 ليرة بالشهر. ايه معناها ما كترنا عليك. شلون ما كترتوا يعني؟ لك يا اخي لسه بدي ادفع ضريبة نظافة للبلدية ومي وكهرباء واجار محل، هذا غير اجار الصبي، يعني على الحالة طلعت راس براس، بالعكس يمكن اخسر وادفع للدولة من جيبتي كمان. بس لحنا يا ابو عادي كلفناك بضريبة دخل اقل ما يمكن. شو يعني عم تربحني جميلة انت؟ اقل ما يمكن. قال اصلا انتو مو لازم تكلفوني بشي من عين اصله، يعني محل صغير مثل هذا عم نسترزق منه بكم قرش، محرزة يندفع عليه ضريبة او ضريبة ان شاء الله. اخي القانون قانون، وسواء كان هذا المحل كبير ولا صغير كله بده يتكلف. اخي اصبح رح كسر الدف وبطل الغني، ومن بكرة رح سكر المحل واندفس ببيتي. بقى سكر لي هالأضبارة إذا سمحت، سكرها بلا مسخرة. ليش فكرك تسكير الأضبارة بيتم بهالسهولة؟ بدك تجي لعنا وتقدم طلب رسمي ونطلع لحنا كشف ونسكر الأضبارة من أول وجديد. شو الحكي؟ وليش ما قلتوا هالحكي قبل ما تفتحوها؟ على كل حال إذا ما عجبك الرقم يلي قدرنا لك يا وحسيت حالك مغبون شوي فيك تعترض. ولمين بدي اعترض؟ الكون؟ لا، لحنا لجنة تصنيف بدائية، بإمكانك تعترض قدام لجنة الاستئناف. وإذا اعترضت شو بيطلع منها يعني؟
اللجنة الاستئنافية بتكلف لجنة تصنيف غيرنا، وهاللجنة الجديدة بتطلع كشف وبتقدر ضريبة جديدة. وبناء على قرار اللجنة الثانية، اللجنة الاستئنافية بتاخد قرارها. بس قرار اللجنة الاستئنافية بهالحالة بيكون قطعي. قرار قطعي؟ ولك يقطعني عليك يا ابو عادل على هالعيشة وعلى هالعمر كله شو مسفت ومنحوس. لك انه شو كان بدي انا بهالشغلة كلها هذا ما بعرف. يا ريت ضليت ببيتي مطبوب كان احسن لي. يا ترى القعدة بالبيت عليها ضريبة شي؟ عم يغبوا الشباب، مجاري لهنا ان شاء الله. طول بالك يا ابو عادل، ليش هيك بتضوج بسرعه؟ معلوم بدي ضوج يا ام عادل، معلوم بدي ضوج. لكان شقفة دكانة خضرة مثل دكانتي يطلع عليها ضريبة 20,000 ليرة. أما هي سمعة، إيه والله لو كانت قصر يلدز ما كان طلع عليها هالضريبة الباظة. معلش أمي، بابا بإيده حق، يعني تركيه يفش قلبه. خلاص خلاص، أنا نويت وقررت هالدكانة ما عاد إلي نزلة إلها بعد اليوم بتاتا. والله يا بابا عم تحكي زينة العقل، بقى أقعد بالبيت وريح حالك وبلا وجع هالقلب. لك والتاني على هالحكي، ومنين بدنا ناكل ونشرب؟ على القليل الدكانة ساترتنا. مندبر حالنا معاش التقاعدية تبعي، مو مشكلة. معاش التقاعدية؟ إن شاء الله مفكر حالك عم تقبض معاش تقاعدية وزير. لما كنت تشتغل آزين معاشك مع البراني ما كان يكفينا، هلا بده يكفينا. من هالناحية القصة محلولة أمي، لا تخافي. شلون محلولة تقبريني؟ أنا علي رح حط معاشي كله مصروف البيت. إيه؟ وشو الله جابرك لك أمي؟ لا لا بابا لا، شو هاد؟ أنا ما بدي معاش حدا منوب وما بدي أشتغل. مو كسلانة وتنبلي مني، بس الشغل بالدكان ما عاد يوفي منوب. يعني سواء فتحت الدكانة ولا قعدت ببيتي نفس الشيء. بقى الله يرضى عليكي لبيتي تفتحي لي سيرة. طيب والدكانة شو رح تعمل فيها؟ شو بدي اعمل يعني؟ رح سلمها لصاحبها. حلو كتير، فكرتك كتير كتير ظريفة. يعني على القليلة منتبحبح شوي من فروغ الدكانة. ليش مين قالك اني رح اخذ فروغ؟ شو؟ المجنون يحكي وعقل يسمع. إن شاء الله بدك تسلم الدكانة بلا فروغ. رح أسلمها مثل ما استلمتها. بدك الصراحة أمي، بابا معه حق. هلا شو بدك أنت التانية بهالشغلة؟ وأنت قلي لشوف لك، في عائل بهالدنيا بيسلم دكانته بلا فروغ؟ اتقي الله يا أم عادل، اتقي الله. هذا الحكي عيب. لا ومو بس عيب، حرام كمان. وأنا قسما بالله ما باخد قرش حرام ولو بدي موت من جوعي. فتحي عينك هلقد يا أم عادل. وشلون انحسبت معك بقى؟ آه لا لك شلون انحسبت معي. أبو عبدو لما سلمني الدكان وأجرني إياها من 25 سنة أخذ مني فروغ؟ ما أخذ مني الزلمة ولا نقلة. بقى بأي عين بدي له هات فروغ؟ بأي عين؟ ليش ضروري تسلموا الدكانة له؟ أجره لحدا تاني وحط الفروغ بجيبتك. لا يا أم عادل لا، مو أنا اللي بعمل هيك شيء أبدا. والله لا يعيشني إذا بحط قرش حرام بجيبتي. لسه بيقول لي حرام يا أم عادل؟ طالما أنا ماني تعبان بهالمبلغ فبعتبره حرام. بقى بترجاكي لا بقى تفتحي السيرة مرة تانية قدامي، بترجاكي. خلص مثل ما بدك. هم وهي خلصنا، خليك على نياتك لنشوف شو آخرتها معك. روحي بابا، روحي عملي لي كاسة شاي. الله يرضى عليك يا حاكم، بلش راسي فج فج من القصة كلياتها. سلامتك بابا من عيوني. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، مرحبا فيك. شرفت والله. يا الله يا الله. إيه أبو عبدو؟ مرني. اتفضل استلم أخي، هاي مفتاح المحل. أيوة. وهذا عقد الأجار. سلم الديات. الله يسلم دياتك يا أبو عادي. بالفعل إنك أنت زلمة شهم وابن أصل. يا والله. ولو يا أبو عبدو، أنا ما عملت شيء، محلك ورجع لك وهذا حقك يا أخي. ليش هالأيام مين عاد حفظ حق حدا؟ يشهد علي ربي انك اشرف انسان قابلته بحياتي. الله يديمك ويعزك يا ابو عبدو ويهنيك برزقك. تعرف يا ابو عادي انه تسليم هالدكانه اجى بوقته تمام؟ شو الظاهر عندك شي زبون الها يعني؟ لا والله يا ابو عادي، مو ناوي اجرها. بس مثل ما بتعرف ابني عبدو خلص عسكريته من مده ولحد هلا قاعد بلا شغل المسكين. بقى شو عم اقول لحالي؟ خليه ينضب بهالدكان احسن ما يكعب بهالشوارع بلا طعمه. ايه طبعا زينة العقل، ليش لا؟ يعني كيف ما كان بتضل هالدكانة باب رزق.
ودخلك شو بده يفتحها؟ خضرة؟ والله ابني عبده ماله بشغلة الخضرة، رح يفتحها هريسة وعوامة ومشبك، لأنه الدرسان شاطر بهالشغلات. يا سيدي الله يوفق. بس وينك؟ نبه عليه من هلأ، خليه يروح على المالية ويتكلف قبل ما يفتح. بشو بده يتكلف؟ بالضريبة. هنيك لمعلوماتك بيفتحوا له قضبارة وبيحطوا عليه ضريبة دخل. ليش إذا محل صغير مثل هاد في صينيتين هريسة وصينية عوامة وشوية مشبك بياخدوا عليهم ضريبة كمان؟ بياخدوا. لكن ما بياخدوا؟ لا. وشو يا حزرك، لسه بدها تجي لعنده اللجنة من المالية وتعد عليه كم قطعة هريسة عم يبيع باليوم وكم عواماي. شايف هالمحل الصغير هذا؟ ايه شبه؟ صدقني رح يفتحوا له قطبارة بالمالية أكبر من صينية الهريسة. إلك أنا عمي، شو مفكر؟ مين إجا على باله يبيع هريسة بيحطها صدر قدامه وبيبيع وبيربح وبيحط بجيبته؟ في مالية حبيبي، مالية يا نور عيني. إلك أنا يعني لازم يعمل حسابه، كل ما باع 6 قطع هريسة بيروح قطعة أو قطعتين للمالية. هذا مع المراعاة. إلك أنا حبيبي، بدنا نحل درس الحكومة، المسكينة تمها مرمر. بابا في موظف من المالية عم يسأل عنك. عم يسأل عني إلي؟ إيه بابا. خير يا طير؟ طيب قولي له يتفضل لنشوف شو بده. أبو عادل خير إن شاء الله، شو بده منك موظف المالية؟ شو يظهر مالك دافع ترابية البيت لحد هلا؟ لا شو ماري دافع، أنت التانية دافع ترابية البيت وضريبة الدكان يلي كنا مستأجرينها وحبيت مسك كمان. يو لكن شو بده منك طالما إنك دافع؟ ايه انا بعرف، الله يدفع عنا البلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام. اهلا وسهلا عمو، تفضل ارتاح. الله يزيد فضلك. اهلا وسهلا ومرحبتين. تفضل عمو، هذا تبليغ من المالية. خير ان شاء الله. تبليغ شو؟ في عليك ضريبة 40,000. 40,000 شو؟ 40,000 ليرة. عفوا يا حباب لا تكون مخربط انت، لانه منين لوين انا علي ضريبة؟ لا عمو ماني مخربط، انت مو كان لك دكان برا على الشارع؟ مزبوط، يرحم زمانها. هاي الدكان في عليها ضريبة. عليها ضريبة؟ ايه وضريبة، وضريبة ان شاء الله تخلع رقبة الحالة، وضريبة تعيشني بقى عش وتخلصني من العيشة. لك شو ما في على لسانكم انتوا الا كلمة ضريبة؟ طول بالك يا عمو، ما في داعي تعصب كل هالقد، شو صار يعني؟ يعني شلون ما بدك يا عصب؟ ممكن نعرف منين اجت هالضريبة؟ بعدين انا رحت على المالية لما تركت الدكانة وسكرنا القطبارة هنيك وبريت زمتي، بقى منين نبعت لي هالضريبة؟ ام عادل ما رحت انا على المالية وبريت زمتي هنيك؟ بدينك تحكي صدق، بدينك. والله يا اخي دفعها، وعلى ما اذكر كانت 6,000 ليرة وفوقها عطوه براءة ذمة. ابو عادل وين براءة الذمة؟ ورجيها خليه يصدق. نطي شهيرة، نطي بابا لجوا وافتحي الدرج وجيبي لي براءة الذمة. اوام الله يرضى عليك. ما في داعي يا جماعة لا تجيبوا شيء. استاذي الضريبة اللي عم نحكي عنها غير الضريبة اللي دفعتها. نعم شلون ما فهمت عليك؟ يعني الضريبة اللي دفعتها حضرتك اسمها ضريبة دخل. ايه وهي شو؟ ضريبة خرج؟ لا هي ضريبة فروغ المحل. لك يا جماعة ما عم بفهم. لك ما عم بفهم ممنوب فهمي سطام. فهمتي شي انت ام عادل؟ لا والله تعدمني اذا فهمت كلمة. هلا اروح علي شوي ولا تضوج. انت لما سلمت المحل ما قبضت فروغ؟ منين أبط فروغ؟ منين؟ سم الموت إن شاء الله إذا كنت أبط فرنك واحد. حتى أسأل إم عادل أنا أبط فروغ شي؟ بدينك تحكي بديني. عمي الله يرضى عليك لا ترعي لي قلبي، أنا لا بدي أسأل أحدا ولا أنضرب على قلبي. أصلا أنا ليش عم بوجع راسي بالأخذ والعطا ما بعرف. إذا سمحت يا أخ أكيد في غلط بالموضوع، لأنه بابا لما سلم الدكان ما أخذ فروغ من حدا. لك يا أختي أخذ فروغ ولا ما أخذ، أنا شو لي علاقة؟ أنا شغلتي بلغه بس. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم يخلع رقبتك، اللهم يخلع رقبتك، اللهم يخلع رقبتك. السلام عليكم. شو عم تحكي أنت يا أستاذ؟ الله وكيلك إني ما أبط من الزلمة فروغ فرنك واحد. حتى إذا بدكم روحوا اسألوا الزلمة، الزلمة حيرزق. نحن مو شغلتنا نسأل، والسؤال مو قرينة. كيف يعني مو قرينة بقى؟ يعني بكل بساطة ممكن ينكر دفع الفروغ مشان نفدك من دفع الضريبة. وبيني وبينك نحن ما بنثق بالمواطن، لأنه بده يتشاطر علينا مشان يتهرب من دفع الضريبة، ولو وثقنا بالمواطن كنا سكرنا والخزينة فلست.
أخي أنا ما بدي تفلس الخزينة، وبالمقابل ما بدي تعبي صندوقها على حسابي وتعمل مثل المنشار عطالعة والناس اللي بيأكل. هلا لا تأخذ وتعطي معي كتير، ضريبة الفروغ لازم تندفع وهذا أمر مفروغ منه. أمنت بالله على هالنهار العربي لسه بيقول لي فروغ. عيني أنت بنظر القانون سلمت محل له قيمة مادية، وفي علاقة إيجابية بينك وبين المالك، وهالعلاقة ما بتنتهي إلا بدفع الفروغ، وانت سيد العارفين. اما اذا انت ما قبضت الفروغ مثل ما عم تحكي فهي مشكلتك، مين قال لك ما تاخذ؟ يعني هذا جزاتي لاني ما اخذت مصاري من الزلمه؟ والله انا ما بنصحك الا تدفع، لانه بالنهايه عند الدوله ما بيضيع شيء، وكل ما تاخرت او تقاعست كل ما زادت الفوائد على الضريبه. فتفاعل بكير وخلص من الهم. لسه بيقول لي تفاعل؟ ولك حبيبي المبلغ كبير، منين تجيبه انا؟ قسما بالله العظيم لو بعتني واشتريتني بسوق الأروام كلي على بعضي ما بجيب نص المبلغ. بدك الصراحة، نحن راعيناك كتير لما قدرنا لك المبلغ حتى تقتنع بكلامي أكتر. روح شوف غير محلات قديش عم يطلع عليها ضرائب. قسما بالله بيشيب شعر راسك. بقى روح بوس إيدك وشوفها لأنك تكلفت بهالمبلغ البسيط. اي والله كتر خيركم، فضلتوا على قرص مخي من فوق. شو هي الأربعين ألف ليرة؟ بابوشتك حشر سامعين. عن إذنك. الله معك. بابا تفضل. بابا هاي أربعين ألف ليرة بالتمام والكمال، بقى روح بكرة دفع الضريبة وخلص من الهم. والله قصة لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. يعني أنت شو زنبك تسحبي قرض على معاشك مشان الضريبة؟ معلش بابا، الحال واحد، يعني شو الفرق بيني وبينك؟ المهم نخلص من الكابوس المزعج. كابوس وبس؟ قسما بالله هالأربعين ألف ليرة رح تجيب لي آخرتي، مو لأنه المبلغ كبير بس لأنها ظلم وتبلي. يعني ليش لحقوني أنا العبد الفقير إلى الله تعالى وتركوا كل هالناس اللي عم يطلع عليها ملايين؟ يعني يلي بقصده لو كان كل الناس عم تدفع ضرائب مثل بعضها كنت ما زعلت، ما انقهرت، ما انضربت على قلبي، لانه شيء طبيعي الواحد يدفع ضريبه للدوله، شيء طبيعي، بس يكون في عدل بالقصه، مو ناس تدفع على حساب ناس. اي وين صارت هي؟ وين؟ قال شو بيلحقوا لي هالموظفين والمعترين والمتعايشين ويلي فاتح محل صغير ليسترزق منه وبيستناولوهم؟ لا وغير هيك، الشخص اللي بايع بيت او محل حتى يتبحبح بحقه دغري بيعتبروه تاجر عقارات وبينطوا منه يلي فيه النصيب. اما الناس يلي عم تلعب بالملايين لعب ويلي عم تتاجر وتضارب وتسرق وتنهب، هي اكيد ما بتدفع ضرائب. بالعكس هدول بالنسبه للماليه حبايب. ولك يا بنتي، الضرائب على ناس وناس، والقانون ماشي على ناس وناس، ونحن هل مشنططين هل معترين هل فاس واقع بالراس. شو بابا، شوي تاني رح تصير شاعر. ولك ليش الشعر بيطلع غير من المقهورين؟ ولك بنتي، والمقهور بيطلع منه الحكي من جوات قلبه، من الصمصيم، من نص فؤاده. خلص يا ابو عادل طول بالك، إيه تضرب المصاري اذا بدها تعمل فيك هيك، تضرب هي وساعتها. طول بالك، حميد الله وشكره، الله يجعلها اكبر المصايب، المهم انه صحتك منيحه وما فيك البلا يا رجال. يعني ما بصير تكون صحتي منيحه ومعي مصاري؟ يعني يا هي هي. على كل حال وينك؟ انا ما رح اسكت ابدا، ابدا ما رح اسكت عن حقي، وهالمصاري اللي بدهم ياخذوها مني بدي رجعها، ولو بدها تطبق السماء على الارض. يو، وشو رح تعمل يعني؟ شو رح اعمل؟ رح اعمل كل شيء، وبكره بتشوفي. قسما بالله رح اشتكي لاكبر المسؤولين، والا ما الاقي حدا يسمعني، لاني صاحب حق، والحق دائما لازم يكون صوته عالي، لازم. اكتبي لقلك بابا، اكتبي. السيد وكيل وزارة الضرائب والجباية، تحية مفعمة بالألم ومشبولة بالقهر ومعجونة عجن بالدموع والآهات من مواطن. عم تلحقيني؟ من مواطن بائس يائس، لا حول إله ولا طول، ولا طول، تم تكليفه ظلما وعدوانا بضريبة مالية من لجنة غاشمة ومجحفة. مجحفة.
العمى ليش السفلة مفخوتة؟ مرحبا يا شباب. يا أهلين. كيفك نشاء؟ أهلين أبو عادل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. شو صحتك؟ وشك ولا طول أمر؟ لا وشي. تفضل أخو. خير أبو عادل؟ ليش هيك مقطعنا؟ لا والله مو هذا القصد، بس الواحد بتعرف شو يعني إذا طلعت تقاعد يعني ما عاد يصح لنا نشوفها؟ لا ولو البركة فيك، بس ظروفي صعبة شوية نشأت. يا سيدي الله يعطيك العافية. أمور أبو عادل. ممكن أبعت هالرسالة؟ إيه مو تكرم عينك، أنت بتأمر أمر. شو شايف الرسالة للسيد وكيل وزارة الجباية؟ الظاهر ناوي تعمل واسطة مشان ترجع على الوظيفة؟ لا لا أنا وظيفة هي، ليش لسه فيني حيل للوظائف أنا؟ هاي رسالة تظلم واسترحام مشان يرجعوا لي ال40,000 ليرة اللي أخذوها مني تبلي بتبلي. اوف، وشلون أخذوا منك 40,000 ليرة؟ احكي لي. اكتبي لك بابا، اكتبي. السيد المفتش العام الموقر الأفخم المبجل المحترم. كتري منهم هدول بابا، في بعض المسؤولين بيحبوا الدندشة. كتري أناديكم أشدوا على أياديكم وأبوس الضمير الذي تملكون منه الكثير. أنت بعدين بتضبطيها بابا. أستصرخ ضمائركم وأناشد وجدانكم. هدول بابا مو مني، حافظهم قصيدة قديمة بس إجوا بمحله حلوين كتير، لأنه مفتش هاد مفتش عام، هذا مو حي الله يعني بيفهم، مو إنه هيك. اكتبي لك بابا، اكتبي وحطي كلامي بالفصحى، مالي شاطر فيها لانه الله يخليكي نسيان، مالي رايك. اي ولا يهمك. اكتبي بابا، رح احكي بالفصحى هلا بالعامي. يا سيدي اشتغلت لك اللغوصه بالماليه، والشاطر بده يلحس او يلعق ما بتفرق اصبعته، وضاعت الطاسه وصارت الحاله فينا مثل الحمام المقطوعه ميته، وانشربت الطبشه وانطبشت الشربه براسنا. تقلي بابا العيار، تقلي هيك. ولمين هالرسالة هالمرة؟ للمفتش العام. حلو، شو كاتب له فيها؟ كاتب له فيها حكي ببكي الدبب، قسما بالله العظيم لا تهر دموعه هر لما بده يقرا الرسالة. لأنه بتعرف نشأت عندي أسلوب أنا، مو إنه ما عندي، يعني ما بدش كلامي دلج. بجوز يا أبو عادل والنعم منك، بس هاد إذا قراها. أوف، وليش لحتى ما يقراها بقى؟ اسمع مني يا أبو عادل، ريح بالك وبلا وجع الراس وتيسر على بيتك أحسن. أنا وجع راس؟ يعني مثل ما بيقولوا حارتنا ضيقة ومنعرف بعضنا، وهيك رسائل ما بتوصل، وعلى فرض إنها وصلت ما حدا رح يقراها يا أبو عادل. يعني بالمختصر المفيد ما رح تستفيد ولا رح يرجع لك قرش واحد من اللي دفعتهم. ليش الحكومة من إمتى كانت ترجع مصاري للناس؟ الداخل للخزينة مفقود والخارج منها مولود يا أبو عادل، الشغلة صارت معروفة. لا سيد نشأت، أنت غلطان، غلطان كتير. ليش ما شفت مبارح برنامج سهرة مع مسؤول؟ ايه شفته. شو يعني؟ لأجل الحظ كان ضيف الحلقة سيد المفتش العام، وهو قال بعظمة لسانه وعلى شاشة التلفزيون وبتم المليان إنه ما في رسالة بتوصلون إلا وبيقروها، وعلى هوا ما قال ما بيهملوا أي رسالة أو شكوى مهما كان نوعها أو مصدرها. لك يا أبو عادل، حكي التلفزيونات شكل والواقع شي تاني. شو هالحكي؟ شو أنت سلامت عرفك يعني؟ هلا انت بعت لي الرسالة، شو خسران؟ كرم عينك. قام ابو عادل عنا نحنا. تقبرني. وهي الختم. شو ابو عادل شايفتك مستعجل، وين مشوارك اليوم؟ على مركز البريد. بدك تحط رسالة جديدة؟ لا، بدي اشوف اذا اجاني شي جواب. ليش اذا بعتوا لك رسالة ما بتوصل لهون؟ لا، بتوصل على مركز البريد بالاول وبعدين لهون. يعني مو ناوي تريح راسك من هالشغله؟ لسه رايح جاي وعم تخفق من البيت للبريد من البريد للبيت؟ ما برتاح ولا بهنالي بال قبل ما استرد ال40,000 ليرة يلي اخذتهم مني الدوله ظلم وتبلي. يا ام عادل سلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك. شو ابو عادل، ما وصلك شي جواب من حدا؟ لا والله يا سيد نشأت ما وصل شي، ما حدا من كل هالمسؤولين يلي بعت له الرسائل تنازل يرد. لشو ليردوا؟ منو أنا؟ الاستجابة معدومة، مع أنه كل رسائل بتأثر بالدبب وبتبكي الحجر. بتبكي الحجر مو المسؤولين. يعني معقولة قلوبهم
أقسى من الحجار. أنت لمين بعتت بالضبط؟ يا سيدي بعتت لوكيل وزارة الجباية، بعتت للمفتش العام، لرئيس لجنة المظالم، ولعضو الهيئة المركزية. وشو بدي أعد لك لعد لك؟ الله وكيلك ما خليت مسؤول يعتب علي، ما صفي علي غير إني أبعت للجنة العفو الدولية أو لكوفي عنان. تسمع مني أبو عادل؟ انسى انسى وقيم هالوسواس من بالك أريح لك. شو بدي انسى؟ ليكو التاني؟ انسى الموضوع من عين أصله يا أبو عادل، وحاجة تعذب حالك بالرسائل والمكاتيب لأنه ما حدا رح يقرأ. لك ليش لحتى ما يقروا؟ ليش لحتى ما يقروا؟ أنا مواطن مظلوم وعم ابعت لهم رسالة تظلم واسترحام، وعم بوس الإيدين والرجلين، يعني هالشي من صميم شغلهم، لازم يقروا، لازم. يا أخي أنا معك، بس ما بدها بس المسألة، لازم ينفذروا ويقروا، لازم. ليش قاعدين على كراسيهم لكان؟ ليش قاعدين على كراسيهم؟ مشاني إلي، مشاني يخدموني، مشاني شخصيا حطوهم، مو مشان يتبروزوا ويدللوا حالهم ويهملوني. وانا بصراحه بدي ضل ابعت رسائل، بدي ضل ابعت رسائل ومكاتيب لاكبر المسؤولين بهالبلد، والا ما لاقي مين يقراها. لازم تنقرا رسالتي، ما في مجال، لازم. هذا اذا وصلت. شلون يعني؟ انت متاكد انه الناس اللي حوالين هالمسؤول رح يوصلوا له الرساله؟ لا انا مالي متاكد من حدا، ولا لي ضمنان حدا، ولا معتمد على حدا، ولا حاطط وشي بوش حدا. أنا متكل على الله سبحانه وتعالى وبس، وبإذن الله صوتي رح يوصل لفوق، رح يوصل. وبيني وبينك أنا نويت تقل العيار هالمرة، بدي تقله. هيك عم يقلي عقلي. أوعك يا أبو عادل، أوعك. شو تقل العيار؟ يعني شو بدك لهالشغلة؟ مو قصدي عيار الرسالة، قصدي عيار المرسل إليه. ليش؟ لمين رح تبعت؟ لرئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء دفشة واحدة؟ إيه نعم، بدي أبعت له، بدي ابعت رسالتي لدولته، وهلأ رايح على البيت فورا اكتب الرسالة وبدون تردد. من هون؟ من هون ابو عادل، من هون. يعني فعلا مسكين هالابو عادل، ما بيستاهل والله. بصراحة يا جماعة انا خايف عليه. من شو خايف عليه؟ من الرسائل؟ لا مو من الرسائل، الرسائل ما حدا رح يقراها، يعني مثل قلتها، بس انا خايف عليه يطق عقله، يسوح بالشوارع، يمرض. معقولة لهون وصلت الحالة معه؟ معقولة ونص. انت لو شفت حالته وكنت بتشفع عليه من جوات قلبك. صار باعت لحد هلا اكثر من 20 رساله، وكل يوم بيجي بيسال عن الجواب، يعني تارك الدنيا كلها بما فيها ولاحق هالشغله بس. فعلا مسكين. طب انت ليه ما حاولت تفهمه انه ما في فائده من كل هالشيء؟ مين قال لك ما حاولت؟ حاولت كثير، بس على ما يبدو هو ما بده يفهم. لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه على فكره، بما انه ابو عادل كان موظف عنا وفي بيناتنا خبز وملح، فلازم نساعده، شو رأيكم؟ ايه والله لازم نساعده، بس شلون يا ترى؟ السيد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحفظه، يكون بعلمك انا مش راضي، وللطرطرة بين المكاتب مالي فاضي. خلي المطلع قوي، معلش بابا خليه قوي. كلفتني شرزمة من الجهل بالمالية، انا المسكين وحالي عدم، بمبلغ 40,000 ليرة بدي ادفعها ورجلي فوق رقبتي. بقى اروح لمين يا محسنين؟ ويا مين ينصفني منكم يمين؟ وعشمي فيكم انكم كويسين. عالطافي معلش بابا. احلى اتقل. سمعت انكم بتنصفوا المظلوم، وعينكم تشوف حالتي التي بتأسي، وصحتي التي متوكة، وحالي الذي بسبب هؤلاء وأولئك شيات المالية الظلام صار مخبص ومتوك وعدم. فيا سيد الرئيس أرجو الإسراع بإرسال مبلغ 40,000 ليرة قبل أن فلج فلجان وألتحش في التخت، لا من تمي ولا من تمي، لا فعل علينا طبعا بنتي، ويخسر الوطن في هذا القطع واللحش الذي أقوله مواطناً صالحاً مثلي. بأبعث لي جواب أو جواب بيقولوا جواب، أطمني ولو إنه عتاب سأل عني، يرجع الاطلاع على وضع المزري والعجلة في إرسال 40,000 ليرة. ليرة تنطح ليرة. ترخي الرسالة واكتبي الاسم. حاضر بابا.
تعرفوا انه ابو عادل اجى لعندي اليوم؟ وان شاء الله معه رساله جديده. احزروا لمين هالمره؟ لمين؟ لرئيس مجلس الوزراء. شو هالحكي؟ لا بالفعل صارت حالته صعبه كثير، يعني من كل عقله عم يبعث رساله لرئيس مجلس الوزراء؟ لا، والنهفي طالب منه بالرساله يبعث له 40,000 ليره باسرع وقت ممكن. كمان؟ مسكين هالابو عادل، يعني هال 40,000 ليره اللي دفعهم حيفوتوه بالحيط فوت مرتبه. يا جماعه نحن المره الماضيه اتفقنا انه نساعده لهالزلمه. يعني انتوا لساتكم ناويين نساعده ولا شلون؟ طبعا اكيد ناويين، على فكره مو بس نحن، اغلب الموظفين اللي بالدائره كمان ناويين يساعدوه. عظيم كثير، معناتها محلوله. والله يا نشأت ما بتصور المسألة محلولة، يعني أبو عادل حساس كتير وما بيتقبل مساعدة من حدا، يعني حتى فرضا لو جمعنا له المبلغ من الموظفين، فكرك حياخدهم؟ أخي نحن بنجمع المصاري بالأول، بعدين بنلاقي الطريقة. ولا يهمك أستاذ نشأت، الطريقة موجودة. شلون موجودة؟ منحط له المصاري بظرف مختوم، بختم البريد طبعا، ومنقول له إنه هي الرسالة وصلتك من رئيس مجلس الوزراء، وبهالحالة بتنحل مشكلته ورح يقبل المصاري. فعلا برافو عليك يا أنسة ميادة، هي أفضل طريقة. يعني منه بيسترجع المصاري ومنه بيبطل يبعث رسائل. حلو، اصبح خلاص خلونا نجمع المبلغ من هلا. وهي انا اول واحد. شرف سيد نشأت. عظيم. وهي مني 500 كمان. ممتاز، لازم نسجل الاسماء. ليش طلع المبلغ؟ 18,800. عظيم جدا، وهي 1200 صاروا 20,000، يعني هيك بتنحل المشكله. كثير حلو، حطهم بظرف وبسرعه، اتكل على الله. يلا ان شاء الله تنحل مشكلته. ان شاء الله يا رب. شو سيد نشأة، طمني وصلني شيء؟ اي والله وصلك يا ابو عادي. شو الحكي؟ وصلك جواب. جواب؟ اي نعم. من رئيس الوزاره. من رئيس مجلس الوزراء؟ تفضل. اي والله الله يبشرك بالخير يا ولد شيخي. هات موسي، هات هات. الله يسلمك لاهلك الهي على التبريه. اي والله اي والله. ابو عادل 19 20، لا حول ولا قوه الا بالله. لك بس 20,000. 20,000 بس؟ لك ليش هيك عم يصير معي؟ ليش هيك شهير؟ الله يرضى عليك، جيب لي ورقه وقلم ولحقيني اوام. حاضر بابا. يعطيك العافيه نشأت. اهلين ابو عادل، طمني شو لقيت بالرساله؟ ان شاء الله خير. لا سيدي خير خير ان شاء الله. والحقيقه سيد رئيس مجلس الوزراء اتفهم وضعي وحاول يحل لي المشكله. ايه عظيم كثير، شو بدك احسن من هيك؟ على كل حال اذا ممكن حط لي هالرساله عندك. رساله لمين هي؟ لرئيس مجلس الوزراء. اه بيظهر بعته رساله شكر؟ لا شكر ولا مكر، بالعكس هي شكوى جديده. شكوى جديده ضد مين هالمره؟ ضد الناس اللي حواليه. شو هالحكي يا ابو عادل؟ ضبل لسانك شوي. شلون ضبل لساني انت تاني؟ المبلغ اللي وصلني ناقص. انا طلبت 40,000 ليرة وما وصلني منه غير 20، فاكيد هالموظفين اللي حواليه لطزوا 20 وبعتوا لي 20.
بيعملوها يعني مو بعيده عنه، شمس بلادي بعرفها، وانا وضحت له هالشي بالرساله مشان يحقق بالموضوع، وطلبت منه يبعث لي 20,000 باسرع وقت ممكن. ايه شو ايه؟ حط الختم على الرساله خلصني بقى. بس يا ابو عادل حط الختم على الرساله خلصني، قررت انا وانتهيت. تكرم مثل ما بتريد. ها وهي الختم.